طيب نشوف كلمة الكابتن الخطيب خلال مراسم توقيع عقد البطولتين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بنرحب بالسيد منصور ريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في النادي الاهلي، وبالسادة الحضور يعني. ويمكن بمناسبة ترجم الرجعة، بمناسبة اليوبيل الذهبي للاتحاد الافريقي، النادي الاهلي لما عرف كده كان يحب ان هو ينظم هذه البطولة، والحمد لله احنا يمكن النهاردة في مراسم توقيع التعاقد لتنظيم بطولة اليد. اعتقد ان التعاون النادي الاهلي بصفته من يعني الحمد لله من اكبر الاندية الموجودة على مستوى القارة الافريقية. اعتقد انه تنظيم بطولة ممكن تشهد تطور كبير باذن الله، ودي عادة الكيانات الكبيرة اذا كان الاتحاد الافريقي لكرة اليد، الاتحاد المصري لكرة اليد مع النادي الاهلي. اعتقد ان شاء الله هنشهد بطولة طيبة باذن الله تسعد القارة الافريقية كلها. نأمل في ان احنا ننجح باذن الله في هذا الامر. احنا هنشتغل كويس علشان باذن الله نقدم بطولة على مستوى يليق بالكيانات الثلاثة الكبيرة دي. اعتقد ان التعاقد النهارده وان كل الحقوق احنا درسناها، اللجنه اللي كانت معانا درستها، وان شاء الله احنا مستعدين لهذا الامر باذن الله. يبقى بس حاجه مهمه كنت لسه بكلم فيها الدكتور محمد الامين، ان وقت البطوله عشان مع منتخب مصر، عشان لعبتنا بتوع منتخب مصر ان شاء الله يكونوا معانا في البطوله باذن الله، فارجو التنسيق دوت مع الاتحاد الافريقي باذن الله. بشكركم جدا ان شاء الله، وباذن الله بالتوفيق باذن الله لنا كلنا ان شاء الله. كلمه مهمه جدا، لكن يعني لا اتصور ان احنا كمان نبقى بننظم البطوله في مشكله في التوقيت. يعني ده بداها بقى، مش معقول ان النادي الاهلي هيلعب من غير لعيبته الدوليين. يعني ابسط حاجه ان هيحصل تنسيق باذن الله. ولكن تاكيد الكابتن اولا ان الحدث ده يكون بمناسبه اليوبيل الذهبي للاتحاد الافريقي، فالاحتفاليه هنا في مصر نحتفل بهذا الحدث طبعا، وده مهم جدا في وقت كل الدول الافريقيه بتسعى انها تستضيف الاحداث الكبرى، تستضيف الاتحادات والدبلوماسيه الرياضيه بتلعب دور مهم جدا في الانتشار في افريقيا الان. المغرب قطعت شوط كبير في الحته دي. أيه. يعني حتى نائب رئيس الاتحاد الافريقي مغربي. ايوه. احنا عايزين برضو زي ما احنا طول عمرنا نائب رئيس الاتحاد مصري. ايوه. ما فيش مشكله فليكن، لكن احنا عايزين، لان مصر الحقيقه هي الرائده في كره اليد في افريقيا. وكما كان مصر كانت صاحبه الرياده في انشاء الاتحاد الافريقي لكره القدم، هي صاحبه الرياده في انشاء الاتحاد الافريقي لكره اليد. فمصر يعني ساعات كده بيحصل فترات فيها صهيانه ما ناخدش بالنا، وتلاقي الدنيا حوالينا بتتحرك بتتسلل بتجري. فاحنا لا، نهج الدوله الان لا، ليه؟ احنا لازم نكون موجودين، وموجودين بقوه، وعندنا الكوادر الدوليه اللي يجب ان تستثمر في وضع مصر على الخريطه الدوليه الاقليميه والعالميه اللائقه. يعني حدث يبدا النادي الاهلي، ونرجو الاتحادات تبني عليه. ويعني انت ساعات تشوف استاذ ابراهيم طفرات رياضيه كده، تتصور الرياضه بخير، لكن هي طفرات. يعني 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 بنتنا ساره سمير بتاعت الاثقال، الاثقال هي لسه في افريقيا ثلاث ذهبيات ماشي، والبحر الابيض المتوسط ثلاث ذهبيات، حلو قوي. طيب هي في بطوله العالم، وانا حتى سالت الاعداد ويا ريت يكونوا بقى جاهزوا ويردوا علينا، ثلاث ميداليات ذهب، ده يشيب كام ميداليه بقى باذن الله في الدورات الاولمبيه. ده مش هنعرفه الا لما نقارن الارقام اللي تحققت بالارقام الاولمبيه والعالميه. وهل بطوله العالم في هونج كونج كان بيشارك فيها اقوى العناصر على مستوى العالم، ولا كان في حد غايب؟ انما في كل الاحوال خطوه
بتدل ان عندك في رفع الاثقال. وهاب عبد الحميد بطلنا العالمي العظيم ده لازم نشوف الناس دي ولازم نقف جنبها ولازم ما يجيلهاش احباط ولازم ما تفكرش انها تطلع بره مصر عشان تقدر تاخد فرصها. ابطالنا المجنسين يعني منتخب قطر فيه 3 مصريين مجنسين و3 سودانيين. انا مش بتكلم على المستويات، انا بتكلم يا استاذ ابراهيم العالم كله يستقطب ابنائه، حتى يعني المغرب استقطب ابنائه اللي عايشين وتولدوا في اوروبا. ده في الكوره.